بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن تنشئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. نكمل الفيديو بتاع دوال كاثرات الحدود. السؤال ثلاثة بيقول إذا كانت دال بحيث دال دالة بحيث دال س بتساوي 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 2. طبعا اتفقنا إن ده اسمه بيان الدالة. ده اسمه إيه؟ بيان الدالة. اثبت ان دال 2 بتساوي دال نص. يبقى احنا بنجيب دال 2 بتساوي 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8 ناقص 2 في 5 ب 10 زائد 2 بتساوي 2 و 8 10 ناقص 10 بصفر. دال نص 2 نص في نص بربع في 2 بنص. دال نص نص في نص بربع في اتنين بنص. ناقص خمسة في نص باتنين ونص زائد اتنين. اتنين ونص ناقص اتنين ونص بتساوي صفر. يبقى اذا دال اتنين بتساوي دال نص. اذا كانت دال س بتساوي اتنين س ناقص واحد اثبت ان دال اتنين ناقص تلاتة دال واحد بتساوي صفر. دال اتنين باتنين في اتنين باربعة ناقص واحد ناقص 3 دال 1 دول كده ناقص 3 افتح قوس واجيب دال 1. دال 1 2 في 1 ب 2 2 ناقص 1 بتساوي 4 ناقص 1 ب 3 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 1 ب 1 في ايه ناقص 3 ب ناقص 3 بيساوي 0. دال س س تربيع ناقص 2 س ناقص 5 اثبت ان دال ده بتساوي دال ده بتساوي 0. ماشي كده بنعوض. طيب احنا مش عاوزين نطول في الاسئله اللي هي من نوعيه واحده علشان في عندنا اسئله هامه في الاخر عايزين ما نضيعش وقت لها. الداله دال من حيث دال س بتساوي الكلام ده ا س تربيع زائد ب س زائد 5 و ا بصفر و ب عدد حقيقي لا يساوي الصفر. اوجد درجه الداله. بيقول ان ا بصفر ا بصفر والباء عدد حقيقي. يبقى درجة الدالة دال الأولى. يبقى الدرجة الإيه؟ الأولى. درجة الدالة دال الأولى. لأن لما هنعوض عن الألف بصفر هيضيع التربيع. إذا كانت دال 3 بتساوي 11 فأوجد قيمة باء. طيب الكلام ده طبعًا إذا كانت ألف بصفر. يبقى بنعوض عن س بتلاتة. يبقى دال 3 يبقى أصبحت الدالة دال س بتساوي باء س زائد 5. هنجيب دال 3 بتساوي باء في 3 يبقى 3 باء زائد 5 اللي هي بتساوي مين؟ دال 3 بتساوي 11. يبقى 3 باء بتساوي 11 ناقص 5 بتساوي 6 أي أن باء بتساوي 3. 8 إذا كانت دال س بتساوي 5 س دال س بتساوي 5 س ناقص ناقص ب وراء س بتساوي س ناقص 2 ب. وكانت دال 1 زائد راء 3 بتساوي سالب 7. أوجد دال 3 زائد راء 1. دال 3 زائد راء 1 هو عطيني الدالة بالشكل ده. نعوض بقى نجيب دال 1 زائد راء 3 والكلام ده هيساوي 7. يبقى اقدر اقول 7 بتساوي دال 1 5 في 1 ب 5 زائد ناقص باء ناقص باء زائد راء 3 هنشيل السين ونحط 3 يبقى 3 ناقص 2 ب. ده بيساوي ناقص بيساوي ناقص 7. يبقى عندي ناقص 7 بتساوي 5 و 3 8 ناقص 3 1 و 2 3 ب. يبقى اذا 3 ب بتساوي 8. 3 ب بتساوي 8 زائد 7 بتساوي 15. يبقى 3 باء بتساوي أي أن باء بتساوي 15 على 3 فال 5 دي باء. طيب
احنا عايزين بقى نجيب نقول واحد زائد راء تلاتة تساوي تلاتة، عايز دال تلاتة زائد راء واحد، فنقول بقى دال تلاتة زائد راء واحد بيساوي، هنعوض عن هنا بتلاتة، تلاتة في خمسة خمستاشر، ناقص ب زائد راء واحد نعوض عن هنا بواحد ناقص اتنين ب، ده هيساوي خمستاشر واحد ستاشر ناقص تلاتة ب. طيب وب حسبناها بخمسة، يبقى الكلام ده بيساوي ستاشر ناقص تلاتة في خمسة بخمستاشر بيساوي واحد. ج تسعة، إذا كانت دال من فضل طاء وحيث دال س بتساوي س ناقص ثلاثة تربيع وراء من فضل طاء حيث راء س بتساوي س ناقص ثلاثة، فوجد قيمة س التي تجعل دال س بتساوي راء س، يبقى أنا عندي دال س بتساوي راء س. طب دال س اللي هي س ناقص ثلاثة تربيع بتساوي راء س اللي هي س ناقص ثلاثة، في كده يبقى س في س في س تربيع، ده في ده في اتنين، يبقى ناقص ستة س ده تربيع موجب تلاتة في تلاتة بتسعة بتساوي س ناقص تلاتة، بنقول س تربيع ناقص ستة س زائد تسعة ناقص س زائد تلاتة بتساوي صفر، يعني س تربيع ناقص ستة س واحد يبقى سبعة س، تسعة وتلاتة اتناشر بتساوي صفر، نحللها تبقى س وس تلاتة في أربعة سالب سالب بتساوي صفر، يعني س ناقص تلاتة بتساوي صفر ومنها س بتساوي تلاتة، س ناقص أربعة بتساوي صفر ومنها س بتساوي أربعة، يبقى القيم اللي عندي تلاتة وأربعة هما اللي بيحققوا الكلام ده. إذا كانت دال دالة على س حيث س بتساوي تلاتة أربعة خمسة ستة، وكانت دال تلاتة بتساوي تلاتة، دال أربعة بتساوي خمس، دال خمس بتساوي خمس، دال ستة بتساوي ستة، مثل مخطط سهل. دال من س، دال على س يعني من س لنفسها، يبقى دي س تلاتة أربعة خمسة ستة، تلاتة أربعة خمسة ستة، تلاتة لتلاتة دي س دي س، من تلاتة لتلاتة، أربعة لخمس، خمسة لخمس، ستة لخمس، مثل مخطط سهل، اكتب بيان دال، يبقى نقول دال بتساوي تلاتة وتلاتة، أربعة وخمسة، خمسة وخمسة، ستة وخمس. بعد كده بقى عاوز المدى، يبقى المدى بتاعنا اللي هي القيم اللي ظهرت كمسقط أو تاني اللي هي التلاتة والخمس، حداشر. إذا كانت س بتساوي صفر واحد اتنين تلاتة، ص بواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سبعة، وكانت د من س لص حيث د س بتساوي خمسة ناقص س، أوجد مدى الدالة د، عايز المدى، يبقى احنا هنشوف بقى من س بشرط يتحقق الشرط ده، بتاخد عنصر منها تنقله لنا بالشرط ده يتحقق، يعني عند الصفر هيبقى خمسة. ممكن على طول نحققها على طول على المخطط السامي، دي س دي ص، صفر واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سبعة، هو القاعدة بتاعتي س خمسة ناقص س خمسة ناقص س، يبقى عندنا لو عوضنا عن س بصفر هيبقى ايه؟ خمسة ناقص صفر خمس، صفر مع خمس، لو عوضنا عن س بواحد خمسة ناقص واحد بأربعة، واحد مع أربعة،
لو عوضنا عن 3 يبقى 3 5 ناقص 3 ب 2. لو عوضنا ما عادش خلاص هما 3 كده. عاوز بقى ارسم مخططا بيانيا للدالة. نرسم بياني بقى، ادي السين والصاد. بنعمل كده خطوط كده وخطوط كده قبل كل رقم، ونحط الايه الازواج بتاعتنا عند الصفر مع الخمسة هنا، وعند الواحد مع الأربعة، والتلاتة مع تلاتة مع الاتنين. إذا كانت الدالة تاء من طاء لطاء، دالة من طاء إلى طاء، حيث طاء مجموعة الأعداد الطبيعية، وتاء بترسم من الراسم من سين إلى 2 سين زائد 3، يعني كل ما تحط عنصر هنا تحوله لك الاتنين في نفس العنصر وتضيف 3، أو تاء صفر، تاء واحدة نقول تاء صفر بتساوي 2 في صفر في صفر و3 3، تاء واحد 1 في 2 ب2 و3 5، تاء 2 2 في 2 ب4 و3 7، تاء 3 بتساوي 3 في 2 ب6 و3 9، تاء 4 2 في 4 ب8 و3 11، تاء 5 2 في 5 ب10 و3 13. مثل 5 عناصر من عناصر تاء على جزء من الشبكة التربيعية الحاصل بكارت طاء في طاء. ما هو مدى تاء؟ هنمثل بقى 5 عناصر. بنمثل 5 عناصر عند الصفر 3، عند الواحد 5. الصفر عند الصفر 3، عند الواحد 5، عند الاتنين 7، عند التلاتة 2 7، عند التلاتة 9، وهكذا. ما هو المدى؟ المدى بقى اللي هو ايه؟ اللي هو طاء، لأن هو بيقول من طاء لطاء، يبقى المدى طاء. إذا كانت دال من صاد لصاد، وصاد مجموعة الأعداد الصحيحة، ودال سين بتساوي سين تربيع ناقص 2 سين ناقص 3، أو دال 4، دال 3، دال 2، دال 1، الكلام ده زي اللي فات بالضبط. مثل 7 عناصر من عناصر الدال على الشبكة التربيعية الحاصل بكارة صاد لصاد. إذا كانت دال سين بتساوي 5، فأوجد قيمة سين هي نفس اللي فاتت بالضبط، يعني هتعوض بس عن سين، هو القيمة بخمسة، يبقى أنت هتقول له إن سين تربيع ناقص 2 سين ناقص 3 بتساوي 5، ومنها سين تربيع ناقص 2 سين ناقص 8 بتساوي 0. هيبقى سين في سين، احنا عايزين فرقها 2، يبقى 4 في 2 ده موجب، ده سالب بتساوي 0، منها سين هتساوي سالب 2 وسين هتساوي 4، يبقى سين بتساوي سالب 2 وسين بتساوي 4. طب إذا كانت دال س بتساوي أ س زائد ب، وكانت دال أ بتساوي ب، دال أ بتساوي ب، ليه؟ إيه اللي هخلي دال أ بباء؟ لو إن الس بصفر هتعوض عن دال صفر، صفر هتروح الألف يفضل ب بس، يبقى إذا كانت فأوجد قيمة، هنقول بما أن دال أ بتساوي ب، يبقى إذا هنشيل الألف ونحط صفر، السين هنشيل السين ونحط صفر، يبقى إذا ألف بتساوي صفر، عشان نعوض عن صفر تضيع لي الألف، أو بتحلها بطريقة تانية بتقول لما دال ألف بتساوي باء، بتقول له بقى إن ألف سين زائد باء بتساوي باء،
هو بيقول هتعوض عن سين بألف، يبقى ألف تربيع زائد باء بتساوي باء، لأن أنت هتشيل السين وتحط ألف، يبقى ألف ألف بألف تربيع زائد باء بتساوي باء، هتروح الباء مع الباء بصفر، يبقى إذا ألف تربيع بتساوي صفر، يعني ألف بصفر، طريقتين زي بعض. فأوجد مقدار قيمة المقدار ألف باء تربيع زائد خمسة، ألف الألف بصفر في الباء بصفر، يبقى بتساوي خمسة، يبقى صفر زائد خمسة. إذا كان بيان الدالة دال دي، أكتب مجال الدالة، المجال بيساوي واحد اتنين تلات أربعة خمسة، اللي هو المسقط الأول. مجال الدالة كتبناه، اكتب مدى الدالة، المدى اللي هو ظهر كمسقط ثاني، خمسة سبعة تسعة حداشر. اكتب القاعدة بقى، قاعدة الدالة، شوف لو انت هنا بتلاحظ زود اتنين زود اتنين زود اتنين، هنا زود اربعة، هنا زود غير كده، يبقى ما ينفعش التزويد ده. طيب نشوف كده، لو انا ضربت الواحد في اتنين وضفت واحد، واحد في اتنين باتنين واحد تلاتة، اتنين في اتنين يبقى انا بضرب في اتنين، يبقى نفترض ان ده سين بتساوي اتنين سين زائد واحد، تشيل السين وحط واحد، واحد في اتنين باتنين واحد تلاتة، اتنين في اتنين باربعة واحد خمسة، اتنين في اتنين تلاتة بستة واحد سبعة، اتنين في اربعة بتمانية واحد تسعة، اتنين في خمسة بعشرة، واحد حداشر. دي بيان الدالة، دي القاعدة اسمها قاعدة الدالة. السؤال الأخير بتاع المتفوقين بقى، إذا كانت دال س بتساوي اتنين س تربيع زائد باء س زائد ج، وكانت دال س بصفر وعندما س بتساوي تلات صفر وتلات، فأوجد قيمة كل، هنعوض عن س مرة بصفر ومرة بتلات، يبقى نقول دال صفر بكم؟ صفر صفر زائد بج، دال صفر بتساوي ايه؟ بتساوي صفر في الحالة دي، يبقى إذا ج بتساوي صفر. وبرضو عند الدالة بتلاتة هتساوي الصفر، يبقى دال تلاتة برضو هيساوي، نعوض بتلاتة، تلاتة في تلاتة تسعة في اتنين بتمنتاشر، زائد باء في تلاتة تلاتة باء، زائد جيم، ده بيساوي صفر. طيب أنا عندي باء بكام؟ عندي جيم بصفر، يبقى أقول تمنتاشر زائد تلاتة باء بيساوي صفر، يعني الباء بتساوي 18 على 3 فال 6. هو عاوز قيمة المقدار ده، أوجد قيمة كلا من باء وجيم، يبقى باء بصفر، الباء بستة، والجيم بصفر. وبكده يبقى خلصنا، ونرجو منكم المشاهدة والتعليقات والإعجاب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.